هذا استوديو وحائل فديا دكتور عبدي علي حسن وحلبان كترسن برلمان فدرال كصوماليا كان مدا حلبان نادي لقصو دورتي مامور جوبلت كجوبلان كسمايو حلبان مركو رسو دوو وربحين تنك صوب بحذاي هي أدا علم بارستي وهذا الله ده CDRC لراده إثيوبيا وحي سوقرتي هذا الله آد ودحوريجي بره بولشدا سياسيين عانوا وصوماليتنا آد وجهد لين هدي عن مدمت ويستأجنو قلب ككمدة مثلاً أو كلاي شيء تو حاكم إذا إن هوية كلية نكون كرا مدحونا صومالي أو دارو ده إذا نكون كرين هدي أي نقطة إنه مقدسة ضد تقال يقول الله بنيس أنت حلي بنا السيدة وركتين فؤاد هرت آدم كأي مهد علنا يا RTD عزو مادة يقو عزوتي يفرص دان ECC مانتة إن أنا وحكي راهدو وربحين تان آد ورجيسا سوشيال ميديا هاي ورجيسي ده صومالي ده كسوة بحدي هيادة علم بارستة إيتوبيا هورتا لياب ملاحن وهياد أجنبية أقونت إي خبرادة أي أولادة هاي دوحة سوماليا كجيرة آد أي ويريهين هادنا وانين أقوييها لغيابا ورالك فردي كدر رياضة يميديها وكأروريي أما داد أي دكتو أغو شايغين أمبي كسالي سنتا هاي ربول كسي انت بادن هادنا سي أقران تهي وأقوييها دراسة سمي وسيوان أكسن وصوب بندقي وقولوا تلاقي إنه كل ضد بدن أو أجانب أو وح أخرية أو قرا إنه إيمج كسيو إنه وجه إنه صوماليا فكر كسيو مركا كواسة كأقول ليتا مركا أخريان أرنتا وسود ويناين لكن حقيقة معه وح حقيقة صوماليا إني كجذبتي سياشمات كيمشي أنجوجني وح حقيقة صوماليا إني كسو جذبتي مركي بلوغي أنا هين دولة دكمل جارك TNG دي سوماليا ما أنتوا حي مريسا ميل بيش الشناد إيو بيش الدارود إيو بيش هو أسميه هن إني مدحوينه نكون كران مدحوينه واحد دورنا إلى بقول صدق بقول لاتني السجال حلبان وكوكو من سنة كي يقولها شعبك هوينا ماجورتي ماهن دارودنا ماجورتي ماهن ديرنا ماجورتي ماهن مركا عدي فرصة مالتي مادا أي حلبان نظر تيرادو وبادن كوكسبتا يا نقون كرتا مدى أهول والكا وكاقابو سوماليا أمن حما جرتا وحقيق دي أفرت سنو هادلا سورد أفي أمن حما بادن إيو قراحية بادن إيو أنو آن إيدكو سارا إيو مامولك هاد جيرا ويتمد لكن تالو ما أنا ينكره إن سوماليا فكريا أي ديب ونقطي ماشي أنجوغني لابكون إيا لابي طبانكي سوماليا لابكون إيا كوي طبانكي ووقتي آد أفوق هذا مركا مانتا لابكون إيا تدبي طبانكا مركا بربر ديقنو وحاد عدي إن مشرح دارود أما أن هوية أهين شعب سوماليا مقدش جوغي انتو أصوى برنام بحان إن أي قف كستو مجال هذا مرايح اللي بعندنا دي وقت جاي جري قارئ كم ديهين أي كقص بين إن قارت جشتان سوير كمشرح حس تامر كوحي موجيني سا إن عاصمة مقدشو أن ال ضيال سنكرين شعب ككون ولا أن الأورنكرين وضد هالقبيل قدنا هنا عيا أيجي هاين شلي عدي كم ظاهرة هذه شيء مدحويني وده شيء ديجان كا تاجر أموجني شيء قبائلات كهدا إليهن كمان نقول كران مدحوين الصومالية فكرة داس أنا وهل كاسة هرتكو أن كدرايا أن ليه هاي أقونتو ده خبرة ده الصومالية ده ما أنت إليهن أيار هي أدن وما سنت هاي هي أدو بيجت فربضنا القصص هرتي وحاكم ذها إن يكون شيء تحبناه برلمان كصومالية إن يهين قار دم الجديدة إن يهين قار دياس برا إن يهين قار دنوسيا صديق أو جناسي عليه لكن دتك آدوا حول يا بين إن حتى قار لغو شيء إنه جنجران لنا على الشباب مدام حلبان أتاي أرن تاسي سيداي سامين ويا لانكرتا حبس المصعود كدولة تقول إيه هرت كل ما هن مركي وجوه الرئيسي دعوانا وكله حلبان نظر بحرمان كل يراه دو دت شبابا كجرا حقيقة ميدوا أجنحي لو كوني سجال كي وحي كدم بي حركوين كل دوان وردي ميديا ده حبنا كتير سن بحرمان كان واقم يديهن بحرمان كو حمة تلا شعب كصومالية شعب كصومالية حالي راه ده ميد قبيل آمن سن ميدان آمن سنين ميد سومالي ما آمن سن ميد الشباب الشباب أنا أورانيني ميد دم جديدة ميد على شيخة ميد اعتزام ميد على سلاح ولا جه لا لكن شباب مايا شباب هدي دولت أقوليهن قريب مقاتين حبضنا مقاتين لكن حقيقة كي ميد هذا كان يا أباهن إن لدول استاجو
حقيقي جبلانا كيمت مركي دورشاد يترتن كمشرحين كرسي حلبان ندى اي جرتي ايا دودان اي بلان كيتمت وانا ماشي امر بلاي هي هي دان اقونتي اولاد الصوماليا ير بروباغاندي يدعايده مشرحين تو اي سو اديك سنايين سيو مدبا مدكا كلا اوغا قوليستو ايا وحاكم اذا هيد ان مشرحين تقار كود ليري وشباب سي نكلا او اي كرسي وكلا ترتماي وكرسي اوغا ريتو حقيقة دينا ماهان رجل لغو ايدينا اين شابين وحاكم اذا رج بارلمان ندي هرحل لبانا كسو احا ليقانو حتى حركوين كدينيغا ماشا اي كعوسكان كران رجان وحاس بشاقا كولا هين او عيدا ماذا أمني دولد كتر سنة لغو إيدي إني مركي حلبان نما سوى دهتين لي راهدو وحي أهايين شباب إرهاد كل هايين مركا أنو إنتا أن أوغا هاي يوان كاهد كرا حقيق دي حوكتا ميشا إي كتيميد وحان إسلايا هاي ودعاية دي هي مشارحين تيسو أديك سنة أيين مركي أي كتر تمايين كرسيغا ومدبمتك كالي وربي أما إنو العق أغرهتو أما إنو أغرهتو صاحب تنمو maamulka marka la joogo ama uu rabo inuu uga rito daacayd raqiis ah oo raad lahayn inuu ku furo aad iyo aad u maasan tahay su'aasha ugu dambeysan ku idiina waxay tahay dalka Soomaaliya xaalad doorasho ku jira weli madaxweynihii lama dooran dhowr jeer ee dib u dhacday Soomaaliya dad fara badan waxay leeyihiin inay mar kale dib u dhacday suuragal ah arrimahaas maadaama baarlamaankii la doortay oo shaqadiisii uu wado ma ka wada hadashay waqtiga ugu haboon ee doorashada la qaban karo si ugu yaraan dalka hore ugu dhaqaaqo weli lama go'aamin qaab loo go'aamiyana jira iyo cid shaqadaas iska leh horta in madaxweynaha la doorto waxaa iclaaminaya guddi ka kooban labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare sanadka sanadka weli ma aysan dooran guddoonkoodii baarlamaanka haddii ilaahay yiraahdo berri ayay u ballansan yihiin inay doortaan guddoonkoodii ayagu markay doortaan guddoomiye iyo labadooda guddoomiye ku xigeen waxaa dhici doonta marka in guddoonka sanadka iyo guddoonka golaha shacabka ay isla gartaan maalinka ugu horeeya marka ay wada fariisan karaan labada aqal waayo madaxweynaha waxaa isla dooranaya labadan aqal 329 xildhibaan ee labadan aqal marka ay wada fariistaan ugu horeysa oo la qiyaasi karo hadday sabtida guddoonka doortaan axaday noqon kartaa isniintay noqon kartaa ma qiyaasay inay dib uga dhacayso haddaan umuuro kale oo aanan ogeyn aysan hadda imaanin hadday axad ama isniinta fariistaan isla axad ama isniinta waxaa dhici doonta in la qabto guddigii qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo labadan aqal laga qaban doono 15 qiyaasteeda say ila tahay golaha shacabka laga qaban doono iyo 5 laga qaban doono ee aqalka sare 20-ka markii la iclaamiyo ayagaa markaa wixii laga bilaabo waxay leeyihiin awoodda inay ku dhawaaqaan goorta ay dhici doonto iyo jadwalka doorashada musharaxiintu waqtiga ay baarlamaanka la hadli doonaan waqtiga ay soo shubi doonaan fiiga koontada ay ku soo shubi doonaan xisaabta lacagta laga rabo fiiga guddigaasaas kale marka waa ka hor dhacaynaa un kulli haddaan hadda yiraahdo waa saadaalinayaa laakiin qiyaasteyda aniga waxaan is leeyahay labada usbuuc ee ugu horeysa bisha February markay ugu dib marto dhammaadkaas ayay noqon kartaa waqtiga la dooranayo madaxweynaha.